الاصفر ولا البتيريجيوم، هو واحد الجليده بيضاء تتكون على الجلده ديال العين من فوق القرنيه من الجهه ديال النيف. بالنسبه للاسباب كاين نشوفيه ديال العين واشعه الشمس والتدخين. الاعراض كاين التدمع والاحمرار ديال العين واحساس بحال الرمله عندك في الداخل ديال العين. من الليل الضفر تيبدا يقيس القرنيه تيولي عويجاج القرنيه ونقص تشوف سورتو من الليل الضفر تيطلع فوق المومون ديال العين. بالنسبه للعلاج هو الدواء ديال النشوفيه ديال العين مع واحد القطرات مضادات للالتهاب. ومن الليل الضفر تيقيس النظر تنحيدوه بعمليه جراحيه.